بعد أن واجهتني مشكلة في قبول موقعي على جوجل أدسنس، بالرغم من أنه مستوفي كامل الشروط وباستضافة ودومين مدفوعين ويحتوي على أكثر من 30 مقال حصري بمحتوى أجنبي وفريد متميز، ومجال مدونة مجال محبوب جدا من طرف جوجل أدسنس، وهو الفتنس والرياضة وتحسين الصحة بشكل عام، حيث تعتبره جوجل محتوى ثري ومفيد، والموقع مجهز بكل شيء وبقالب مدفوع وإضافات مدفوعة وكل شيء ممتاز جدا. تقدمت بإضافة موقعي لجوجل أدسنس، وبعد طول انتظار لأكثر من 25 يوم تم الرد علي بأن موقعي بحاجة إلى عناية وأنه لم يستوفي الشروط بعد. لكم أن تتخيلوا كمية الصدمة الكبيرة جدا. لم أتوقع أبدا أن يتم رفض الموقع لأنه مجهز بكل ما يلزم، وأنه قبله كانت لدي مدونة عربية تم قبولها بشكل عادي جدا ولكن قبل مدة. لكم أن تعلموا أيضا أن قوانين جوجل أدسنس قد تغيرت كثيرا وأنها أصبحت تخضع لبعض الشروط الجديدة. فذهبت لليوتيوب وبدأت البحث والمشاهدة في العديد من الفيديوهات وشروحات وأسرار قبول موقع في أدسنس، فخرجت بنتيجة أنه قبل إعادة موقعي للقبول من طرف أدسنس يجب علي إصلاح بعض الأمور التي هي يعتبرها جوجل ضرورية وضرورية جدا من أجل إعادة التقدم للموقع وقبوله. أولا، اكتشفت أن المواقع الجديدة التي عمرها شهر أو شهر ونصف يتم رفضها بشكل آلي وبدون مراجعة المحتوى حتى. ثانيا، إذا كان موقعك لم يحصل على ترتيب عالمي بعد من أليسكا أو غيره من المواقع الترتيب المواقع العالمية، فلن يتم قبوله على الأغلب، أقول على الأغلب. ثالثا، الترافيك والزيارات، إذا لم يكن بموقعك زيارات يومية فلن يتم قبوله على الأغلب وعلى الأرجح. رابعا، وهذا الأهم، حصول موقعك على روابط خارجية تقويه وتدعمه بشكل ممتاز من أجل القبول في أدسنس. فما هو الحل يا ترى؟ الآن وبعد أن قمت بهذه المقدمة البسيطة من أجل شرح لكم والمشكل الذي واجهني على موقعي، هذه زيارات ليومين فقط، عدد ظهور الإعلان وعدد نقرات، الموقع لا يزال جديد. سيت انظروا، هاي الموقع تم قبوله، والله العظيم تم قبوله في يوم واحد فقط، ولذلك أردت أن أقدم لكم هذه النصائح. قبل أن أعيد التقدم مرة أخرى للعم أدسنس، قمت بالتالي، وهو جلب زيارات وترافيك للموقع. قمت بجلب الزيارات من العديد من المصادر والأماكن التي يمكن جذب ترافيك مجاني للموقع، ثم قمت بالتوجه لموقع خمسات وقمت بشراء إحدى خدمات الروابط الخارجية التي تقوي الموقع وتدعمه بشكل ممتاز. عند شرائي لهذه الخدمة من موقع خمسات، اخترت الأفضل، ثم قمت بشراء لأحد الخدمات التي تقوم بموقع بوضع موقعك في العديد من المواقع لرفع الباك لينك ودومين أثورتي لموقعك وروابط أثورتي. انتظرت مدة قليلة جدا جدا جدا، تحسن ترتيب موقعي عالميا، فبعد أن كان يحتل مرتبة 6 مليون عالميا أصبح 3 مليون. تقدمت لأدسنس فتم قبول الموقع بكل بساطة وسهولة، وذلك في مدة لم تتجاوز 24 ساعة. إذن كل ما عليك هو جذب ترافيك مجاني لموقعك قبل أن تتقدم له. اصبر، يجب أن يكون عمر موقعك على الأقل شهرين، ثم اشتري أحد الخدمات، ولا في هذه الأثناء قم بشراء أحد الخدمات الممتازة لتقوية موقعك، وبعد ذلك تقدم إلى موقع أدسنس، سيتم قبوله في مدة قصيرة جدا. ولكن نصيحة هامة جدا، وهنا يكمن السر، قبل أن تقوم بكل هذا تقدم بموقعك وإن كان لم
يستوفي هذه الشروط التي ذكرناها تقدم بها على موقع AdSense سيتم رفضه، عندما يتم رفضه قم أنت بتطوير موقعك تطويرات ممتازة ثم أعد التقدم مرة أخرى، وبإذن الله سيتم قبوله بدون أي مشاكل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.